احنا كجمعيه هواه الموسيقى الاندلسيه بالمغرب تحتفل باليوم العالمي للموسيقى 21 يونيو. كل سنه قبل الكوفيد كنا كنحتفلوا بهذا اليوم العالمي للموسيقى، وحنا كنقدموا الموسيقى الاندلسيه اللي هي موسيقى تراثيه، حتى هي تحتفل باليوم العالمي للموسيقى. وحنا اليوم العالمي للموسيقى جمعية هواة الموسيقى الأندلسية كتحتفل بموسيقاها الموسيقى الأندلسية. واليوم حنا كنتواجدوا والمركب ديال البنك الشعبي، عندنا اليوم أكثر من 700 واحد اللي جاي يحضر لهذا الحفل مع جوق العثماني بمدينة فاس، عبد الملك العثماني، مع الكورال لمعهد الجامعي، الكورال ديال المعهد الجامعي، والميازين موسيقية أندلسية قدام ديال رصديل فقية نديم. ومرحبا بالجميع، وحنا كنحبوا هذا التراث، وحنا كنناضلوا للحفاظ على هذا التراث الموسيقي الأندلسي. في هذا الموعد الجميل، والناس اللي تم تبارك الله عليهم كانوا من اجمل ما يكون، اللي هو حفل موسيقي بمناسبه العالمي للموسيقى. وحنا جينا نشاركوا حنا مع هذه الجمعيه ديالنا اللي جمعه الدار البيضاء الكبرى، وحقق كان فرح كان كبير ان نجي نشوف هاد الناس هذو، لان شحال ما شفناهم شاين. وكنقول يعني ان شاء الله من الليالي اللي غتكون ان شاء الله جميله بهذه المناسبه. وكنسلم على الجميع اللي جالس هنا، كاين ناس ما شفتهمش، ولكن كنبلغ لهم السلام ديالي، كنقول لهم تبارك الله عليكم، حفظكم الله. نحن سعداء في هذا اليوم 21 يونيو 2022، وهو اليوم العالمي للموسيقى الذي نحتفل اليوم بذكراه 40. جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب تحيي هذه السهرة برئاسة الفنان الكبير عبد الملك العثماني الذي يمثل المدرسة الفاسية، وهو كذلك يشرف الآن على جوق المعهد الجامعي الذي يترأسه الفنان الكبير سي محمد بريول. في هذا اليوم نحتفل بنادي البنك الشعبي بهذا اليوم العالمي للموسيقى الذي نحتفل به بجميع أنحاء العالم، والمغرب كذلك يحتفل بموسيقى الأندلسية، وهي موسيقى عريقة أصيلة. نحتفل كذلك بهذا اليوم، وهو يوم فرح بالنسبة لجميع المغاربة، وبالنسبة لجميع الفنانين، وبالنسبة لجميع الذين يعشقون ولوعين بالموسيقى الأندلسية.